ده بيدينا ودخلنا في موضوعنا تاني، ان احنا قادرين ان احنا نعمل حاجه كويسه لو عندنا ايماننا بنفسنا وعندنا قدراتنا وبنشتغل بالشيء كبير من الاحتراف، اعتقد بنوصل لصوره حلوه. وعندنا معيار وعندنا محمد صلاح ومجموعه اللعيبه اللي عندنا في البريمير ليج. هننقل تاني لملف النهائي. كان في بعض الاقاويل ان ممكن جدا من عشان موضوع الارصاد وممكن يكون في عاصفه واسكندريه او ممكن يكون استاد القاهره هو يكون يعني الملعب اللي هيستضيف المباراه النهائيه. الجزء الثاني اللي عايز اسال حضراتكم فيه، عندنا يعني ما طبعا هو حتى بيقولوا لي على لسان الوزير ان هيكون على استاد القاهره. طب هتفرق يعني هو لغايه دلوقتي هو قال ان استاد القاهره بالظبط جاهز. لكن في حاله الرغبه يعني بالظبط. لكن هو بقى كابتن هني لغايه دلوقتي يعني معروف ان اسكندريه في الوقت ده بيبقى فيها طقس غير مستقر وفي اكثر من نوة، ومنها في الوقت ده تحديدا نوة المكنسه دي من 26 ل 29 توقيتها معروف تقريبا كده، وقد يمتد الى الايام الاولى من شهر ديسمبر يعني. فطبعا احنا ليه نغامر ونودي الماتش هناك، لا سيما لان لو مرت فتره العشر ايام اعتقد هيكون صعب جدا نقله يعني طبعًا. فمهم جدا ان احنا نوفر للماتش الاجواء الكامله والاجواء المناسبه. اسكندريه ما عندهاش اي مشكله، يمكن ترددت انباء على ان امن اسكندريه عايزين ينقل الماتش وما ينقلش ماتش وحاجات كده، كل الكلام ده مش مظبوط. امن اسكندريه لم يطلب ولم يرسل خطاب لاتحاد الكره على الاطلاق، لكن الكلام اللي قاله الوزير الدكتور اشرف صبحي النهارده اعتقد ان في تفكير في الموضوع وفي دراسه مهمه جدا للموضوع ومتابعين الموضوع. بعت للكاف نفسه قال احنا على استعداد جاهزين استاد القاهره جاهز لاستقبال المباراه. لو الظروف فعلا الكاف هو اللي بيحدد، لو علميا يا استاذ اوسي مدروسه انه في التوقيت ده نوى او حاجه بهذا الشكل طيب ما الاضمن والاكثر عقلانيه ان انت تعملها في استاد القاهره، وما اعتقدش ان في اي موانع هتمنع انها تقام في استاد القاهره. يعني كمان عندنا ذكرى سيئه، الماتش الاهلي والزمالك اللي اتلعب الموسم اللي فات وكان في مطر وكانت مطره وكانت المايه طبعا اثرت على الاداء الفني بالنسبه للفريقين وبالمستوى، فاحنا مش عايزين اداء اللعيبه يتاثر بالشكل ده. ما دام عندنا فرصه ان احنا نلعب في القاهره نلعب، ما فيش مشكله خالص. وفي صور متداوله برضه استاذ اوسي على مواقع التواصل خلال الساعات اللي فاتت دي ان في ملعب برج العرب فيه ميه، و ده كان في مطر كبير جدا يعني بسبب الامطار الاخيره. كان في امطار غزيره على الساحل الشمالي واسكندريه. ده امبارح تحديدا اسكندريه يعني كميه امطار. كنت تواصلت مع اصدقاء لي في اسكندريه قالوا واحد من اصعب الايام اللي ما شفناش تقريبا يعني. كان في كتل ثلجيه بتنزل في امبارح. فانا شايف ان لابد من دراسه الموضوع بشكل جيد جدا، وانا شايف ان الاصلح نقل المباراه الى استاد القاهره. يعني ده مهم جدا جدا ولسه في وقت يكون يعني في تاكيد يعني لسه في وقت للتفكير. احنا بنتكلم في 20 يوم في تاكيد من الوزير على فكره. يعني سياده الوزير كلمناه واكد لنا تمام واكد لنا ان المباراه هتكون على استاد القاهره بشكل كبير جدا، وهيبدا يخاطب كمان الكاف بهذه الجزئيه. هو الكاف اعتقد مش هيبقى عنده اي موانع يعني مع بالعكس ده الكاف هو هيقول ان المباراه لازم تخرج بشكل كويس. واحنا طالما احنا الجهه الرسميه سياده الوزير بيتكلم بيقول احنا استاد القاهره جاهز وهيخاطب الكاف. يبقى سؤال واحد اللي هو الامن. الامن ما فيش طبعا مشكله طبعا هيتم استطلاع راي الامن، واذا الامن اكد وانا اعتقد ان ده يعني في امكانياته يعني لو اكد ان الامور ما فيش مشكله خلاص تتلعب في القاهره. بعد انتهاء الجماهير جماهير كمان كان نفس يعني هو لغايه برضو الايام الاخيره بتقول ان في بعض المحاولات ان يعني عدد معين من الجانبين يكون حاضر 10,000 او ممكن يكون كورونا بقى دواعي يعني هو ده بقى ده ممكن يكون دواعي كورونا دواعي الكورونا وده يخص الامن يخص الكاف نفسه طبعا يعني. طبعا لا هي غالبا اعتقد انها تقام بدون جمهور ولذلك يعني خلاص الناس كلها ما عارفه المباريات بتتلعب ازاي والظروف اللي بتقام فيها، وبالتالي مش هيكون في مشكله ان شاء الله.